هكذا بدا المشهد ليل الجمعة في شوارع أم الدنيا، لكن المشاهد هذه ليست وليدة لحظاتها، بل علينا العودة إلى بداية شهر أيلول لفهم ما يجري، إلى مجموعة فيديوهات نشرها المقاول والممثل محمد علي، بدأت باتهام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالفساد ولم تنتهي عند الأوضاع السياسية. إحنا إيه؟ فقراء أوي، مش عارف منين فقراء أوي، وبيجامل واحد صاحبه في فندق معدل 2 مليار. الستارت بتاع الفساد إنك تاخد شغل إسناد مباشر من غير ما تعمل طرح للشركات، تقعدوا تكلموا كتير ولابسين بدل وفورمال قوي، وفي الاخر مفيش مام حضرتك ومفيش مستقبل. نو هاوس، نو شقه، نو عربيه، نركب اتوبيس نتفرم في النص، نركب ميكروباص نتعجن في النص، وانت برنس. ده انا عملت له الحفله بتاعه ايه، افتتاح قناه السويس، عدت ال 40 مليون. طبعا ما دام انتصار مش هتقبل تنام على السرير بتاع مدام او طنط سوزان مبارك او ماما سوزان مبارك. ليه؟ عشان يكي، فعايزه بيت جديد، فلازم طبعا يتعمل لها بيت افشخ من البيت اللي كانت فيه سوزان. لم يصدر رد رسمي من الدولة المصرية على مدى أيام، وعلى الرغم من نصائح الأجهزة الأمنية بعدم الرد، خرج الرئيس السيسي ليقدم جبهة دفاعه. انتوا مش خايفين على جيشكم؟ مش خايفين على ضباطكم الصغيرين ان هم يتهزوا في ان هم قياداتهم يتقال عليهم هم ناس مش كويسين؟ كل الأجهزة قالوا لي لو سمحت ما تتكلمش، كل الأجهزة. طب هقول لكم حاجة، كادوا يعني يبوسوا إيدي، والنبي ما تعمل كده. عقب ذلك سيل من الردود على مرافعة الرئيس. احنا كلنا مقرطين على الاخر متبهدلين. هو مين اللي قال ان الدول الحديثة بتتقاس بعدد القصور الرئاسية وفخامتها؟ يا محمود بيه السيسي، البيوت بتتدخل من بابها، وانت ما اتصلتش بيا ورايح على امي وابويا دلوقتي حالا عشان تحققوا معاهم في البيت وتجمعوا معلومات. ما انت بتبني قصور، هتشوف الفساد ازاي؟ مبسوط انت سيادتك بواقع الفساد؟ عند حضرتك شيزوفرينيا يا فندم، عايز تمسك شغل المافيا بلس شغل الدولة. لو تحط برنامج قومي يا راجل انت تخلي عندك دم، عملنا ثورتين عشان نكافح الفساد. اشتعلت مواقع التواصل بحرب افتراضية بين الطرفين، الأول تبنى هاشتاج كفاية بقى يا سيسي، فيما قوبل من الطرف الآخر بهاشتاج احنا معك يا ريس، دعمه فنانون وإعلاميون مصريون. هذا التوتر تظهر في الشارع بعد تحديد ساعة الصفر التي أطلقها محمد علي وغيره من منتقدي السيسي في جميع المحافظات، وكلمة السر كانت في دوري كرة القدم، إذ اتفق الناشطون على لحظة انتهاء ديربي الأهلي والزمالك وأطلقوا هاشتاج نازلين بعد الماتش، الذي تفاعل معه المصريون ولبى المئات منهم الدعوة وخرجوا إلى الشوارع والميادين من القاهرة إلى الجيزة والإسكندرية مرورا بالسويس وبني سويف والشرقية والغربية ودمياط. خرج المصريون ينادون برحيل السيسي، حتى ميدان التحرير الذي ظل مغلقا أمام التظاهرات والتجمعات الشعبية خلال السنوات الماضية شهد احتجاجات حاشدة. ومحمد علي الذي أطلق اسمه على التحركات لم يغب عن الساحة عبر الفيديو، فتوجه إلى المتظاهرين بكلمة تخللتها الدموع، داعيا وزير الداخلية إلى اعتقال السيسي. ربنا يعينكم وربنا يقويكم. يلا بقى أنا عايز أنزل مصر، مصر وحشتني، بلدي وحشتني وانتوا أهلي. السيد وزير الدفاع عن مصر، أرجو أن ما يحصلش تصاعد، بعد إذن معاليك قرر بالقبض على السيد عبد الفتاح السيسي. قوات الأمن المصرية التي انتشرت بكثافة أغلقت بعض الشوارع لاسيما الطرق المؤدية إلى ميدان التحرير قبل أن تلجأ إلى إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات. وبينما تحدثت مصادر عدة عن حملة اعتقالات ضد المتظاهرين تخطى عدد الموقوفين فيها 50. قول ما تخافش السيسي لازم يمشي، قول ما تخافش السيسي لازم يمشي. حسان الرفاعي، قناة الجديد.